وعليه فليكن معتدلاً في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الدلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة عام 93 و300 ألف رحمه الله تعالى متقللاً من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. آمين. هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق، وأن يقتدي الناس بهم، وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم، أي من أحوال العلماء، أنهم لا يريدون تزكية النفس، وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباء تجد أن على عباء عادية ما فيها هذا الزري، نعم، وكذلك الثياب، ولا تجد يهتم بهندمة نفسه وثيابه.